الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا المرة السابقة عن أنواع الطهارات الأربعة أو الأشياء المطهرة الأربعة وهي الماء والتراب والدابغ والتخلل. ونتكلم هذه المرة في هذه الحلقة عن الأشياء المتعلقة بالنجاسات وما يخرج من فرج المرأة وهو باب الحيض والنفاس والاستحاض. قال فصل ويخرج من فرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاض. يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. تعريف دقيق: دم خارج، الحيض هو إيه؟ دم يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة. عشان وهنا نقيد بقيد يقصد يخرج ذلك الدم من أقصى الرحم، عشان الدم الخارج من أقصى الرحم ده دم حيض، والدم الخارج من أدنى الرحم دم استحاض. عند قرب من المخرج الدم الخارج من قرب المخرج يكون استحاض، والذي خارج من أقصى الرحم قرب البطن فوق ده حيض. على سبيل الصحة يبقى هنا ايه خرج به اي دم الاستحاضة ايضا انه على سبيل المرض والعلة، اما هذا دم الحيض دم صحة وجبلة. من غير سبب الولادة خرج به ايه الدم الخارج مع عقب الولادة. يبقى الحيض هو الدم الخارج من اقصى الرحم اقصى فرج المرأة على سبيل الصحة من غير ولادة، ولونه اسود محتدم للذاع. نقول قواعد في الحيض والنفاس: العبرة بوجود الدم، انقطع الدم وجدنا حاجة اسمها القصة البيضاء أو الجفوف يبقى طهرة المرأة تغتسل وتصلي. خلاص العبرة بوقت الإمكان، خلاص وجد الدم في وقت الإمكان يبقى حيض، وجد في غير وقت الإمكان يبقى استحاض. وقت الإمكان بالنسبة للحيض 15 يوم، وبعد كده مش ممكن يكون حيض لان اقصى مده الحيض 15 يوما باجماع الام، اقصى المده ما فيش حاجه. جاءت امراه للامام ابي اسحاق الاصفرايني وقالت له ان حيضتي منذ اول الدهر من اول ما بلغت 16 يوما، قال لا حيضتك 15 يوما فقط، وهذا اليوم تقضينه طول حياتك، ان عليك ايه 15. طب ودي يوم ال 16 الدم كما هو وكما نفس اللون والقوه والالوان والصفات؟ لا، لأن إجماع الأمة على أقصى مدة الحيض 15 يوم، وأيضا أقصى مدة النفاس إجماعا 60 يوم. فلو الدم وجد في غير وقت الإمكان يبقى استحاض على طول. ماشي، يبقى إيه العبرة بالوجود؟ العبرة بالوجود في وقت الإمكان، لا عبرة بالظن البين خطأ، وإن المرأة عليها أن تستمر في اعتبار الدم أنه حيض لغاية لما يبين خطأ ذلك الظن. واحدة قالت الحيضة هتنقطع في 11، جات استمرت 12 13، ماشي انقطعت في 13 ماشي، لأن الحيض يتقدم ويتأخر ويقل ويزيد. ماشي، يقل ويزيد ويتقدم ويتأخر. لكن لو عبر 15 يوما وهو أقصى مدة الإمكان علمنا أنها كانت مستحاضة، ويبقى الاستحاضة في آخر لون أو آخر صفة من صفات ذلك اللون. وهنوضح هذا الأمر بأنها ألوان الحيض 5: الأسود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لون الدم، لون الحيض، دم الحيض أسود يعرف. أسود هنا ليس على القصري، لازم نفهم النصوص فهما جيدا. يبقى الأحمر مش حيض،
يبقى الأصفر مش حيض، يبقى الأشقر مش حيض، يبقى الأكدر مش حيض، لا كل ده حيض، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الحال الغالب ولا يصل الحال التي ليست غيرها، ها ليست غيرها إلا الدم، ليست غيرها حيضا، يعني ليس الحيض الأسود فقط، لا الأحمر والأشقر والأصفر والأكدر. الأكدر هذا مثل القطنة إذا سقطت في التراب فتصيبها ونفطها فتصيبها لون كدرة كده، لون ترابي خفيف، ده حيض أيضا. لمن ترى القصة البيضاء، اللي ترى القصة البيضاء كل ده حيض في وقت الإمكان. فألوان الدم 5، ينتشر في ألوان الدم 4 صفات في كل لون. يبقى العبرة الصفات، أولا كونوا كثيف القوام أو خفيف القوام، فالكثيف القوام قوي والخفيف القوام ضعيف، كونوا له رائحة منتنة وكون ليس له رائحة منتنة، يبقى الرائحة منتنة قوي والرائحة غير منتنة ضعيف، كونوا حار يعني دافئ وكونوا ليس دافئا، خلاص يبقى كونوا حار قوي وكونوا غير حار ضعيف، كونوا مؤلم يخرج مع ألم وكونوا يخرج مع غير ألم، يبقى ده الذي يخرج مع ألم قوي والذي يخرج بغير ألم ضعيف، ودي 4 صفات داخل اللون الواحد. فهذه الصفات تؤثر، لأن احنا بنرجح بالوجود وبالقوة، نرجح بوجود الدم وبقوته. طب لو الدم استمر على حالة واحدة إلا أنه كان له رائحة ثم ذهبت تلك الرائحة، فالدم اللي برائحة قوي والذي بغير الرائحة ضعيف، فلو تحول إلى غير الرائحة بعد 12 يوم واستمر بغير الرائحة إلا إلى 16، علمنا أنها كانت في 3 أيام الأخيرة مستحاضة، لأن الحال تغير بالصفة من ذو رائحة إلى غير رائحة، فالضعيف نحكم بأنه استحاضة والقوي نحكم بأنه حيض، بشرط أن يكون عبر طبعا مجموع الدماء دي 15 يوما، لأن الدماء الموجودة كلها بجميع الصفات قبل 15 يوما، لو رأت قصة بيضاء قبل 15 يوما فعند ذلك يكون كل الدم الواردي بجميع صفاته حيض ولا تكون مستحاض. طيب، ولونه أسود محتدم لذاع، لذاع يعني إيه؟ بيخرج بألم، فيه نوع ألم، المحتدم الحار يعني الدافئ، خلاص موجع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، أي عقب فراغ الرحم تماما، فالدم الذي ينزل مع الولد يكون استحاض. فلو واحدة بتلد وسمعت أذان الظهر وكان نصف الولد خرج منها يبقى واجب عليها فرض الظهر هنا، تقضي بعد ما تطهر أو بعد ما تطهر من النفاس، لكن عليها فرض الظهر، لم تكن في ذلك الوقت من أهل إيه النفاس الذي يسقط عنها الفرض ويحرم عليها الصلاة. فلو الولد خرج ولكن في ولد بالداخل، هي تلد توأما، ففي بين الولدين أذن العصر، يبقى عليها أما تطهر من النفاس فرض العصر. لكن لو الرحم فرغ مثلا ولدت التوأم كله قبل أذان الظهر، يبقى ما عليهاش فرض الظهر بقى خلاص، لأنها أصبحت نفساء قبل دخول الوقت زي الحيض تمام. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، أي عقب فراغ الرحم، عشان إيه العبارة كده؟ عشان نخرج الدم بين التوأمين، بأن الدم بين التوأمين هذا دم استحاضة إن لم تكن حائضا، لأن الأصح أن الحائضة أن النفساء أن الحاملة تحيض على الأصح من المذهب. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، أي في غير وقت الإمكان للحيض والنفاس، ده الاستحاضة. الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، أي في غير وقت إمكان الحيض وغير وقت إمكان النفاس. وقت غير الإمكان ده عبارة عن إيه؟ هو بعد 15 يوما من ابتداء من نزول الدم للحيض، وبعد 60 يوم ابتداء من الولادة، بعد 60 يوم يبقى غير وقت إمكان، يبقى الدم اللي فيه لا يمكن أن يكون دم نفاس، وبعد 15 يوم من بداية الحيض مستحيل أن يكون الدم ده دم حيض، يبقى دم استحاضة يقينا في غير وقت الإمكان، أي في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، أي باتصالهما، باعتبار الاتصال العرفي أن أنا دلوقتي في دم نازل
طب ما هي لا تجد دما، ها يبقى العبره بايه؟ اذا استدخلت الثيب قطنه او مسحت البكر بالخارج بقطنه خارج الفرج فتجد لونا من الالوان الخمسه، خلاص عند ذلك يبقى دي ما زالت حائضه. فليس العبره بالخروج بل العبره ايضا بما هو بالداخل، لان الدم لو كان بيخرج بصوره دايما كده ده يبقى نزيف، ولذلك هو يخرج في اوقات واوقات لا، في وسط النهار. والعاده هنا بالاتصال باستمرار خروجه عرفا، ماشي. واقل الحد يوم وليله مع الاتصال العرفي، واكثره 15 يوما، وغالبه ست او سبع. الغالب احوال النساء انها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، فاللي بتحيض 6 أيام بتطهر 24 يوما، والذي تحيض 7 أيام تطهر غالبا 23 يوما حتى يتم الدور. الدور هو مجموع الطهر زائد النفاس، والغالب في نساء الأمة ان مجموع الطهر زائد النفاس بيكون 30 يوم، لكن اخبرنا عن نساء ثقات انها بتيجي الحيضة ليها كل 3 أشهر. دي موجودة واحدة حالة يعني بعينها موجودة، اخبرتني بذلك امرأة ثقة انها بتحيض كل 3 أشهر، فلها 4 حيضات في السنة بس، وتحيض اسبوع بس كل 3 أشهر. يعني هذا من النظرة المعتادة التي تعتبر، ما قلناش بقى انك لا بتحيضي اكيد، لا، لانها وجدت الطهر 3 أشهر الا 7 أيام، خلاص، وبعد كده تحيض 7 أيام وتجد قصة بيضاء وتطهر هكذا. واقل النفاس لحظة بمعنى مجة دفق الدم، واكثره 60 يوما اي زمنا باعتبار زمن خروج الدم، وغالبه 40 يوما. وكل ما يحدث من السقط في كل احواله هو نفاس عند الشافعية، وهذا بالاستقراء والواقع، ان المرأة لما بيحصل لها سقط ولو كان بعد قليل تجد ان الدم ما نزلش زي دم الحيض، لا، بيستمر 20 يوم 30 يوم، وقد يصل الى 40 يوم في حالة السقط. دل ذلك على انه عبر ان هذا ليس كالحيض المعتاد، وانه هذا هو النفاس بالفعل، وهذا بالتجربة والاستقراء وجدناه ان امرأة يحصل عندها سقط ولو اقل من 80 يوم فنجدها انها يحدث عندها نفاس كامل 30-40 يوم، فلا نحكم بان ده استحاضة وانها تتوضأ لكل صلاة، ها لا، نحكم بانه نفاس وانها تمتنع عن الصلاة بناء على ذلك. وان الاول قاعدة قلناها ايه؟ العبرة بالوجود. طيب، واقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لاكثره، ان اقل طهر بين حيضتين، عشان الطهر بين النفاس وبين الحيض ممكن يكون اقل من 15 يوم. فلو ان امرأة كانت نفساء وجاءت عند اليوم 54 من النفاس طهرت، وبعد اليوم 61 من النفاس اتى اليها الدم، الدم الجديد ده ايه؟ ده محيض، واصبح الفرق بين الحيض والنفاس كام؟ ها 7 ايام بس مش 15، لكن الفرق بين حيضتين لازم يكون اقل الطهر، واقل الطهر 15 يوما، لكن بين حيضه ونفاس ممكن يكون اقل من 15 يوم. واقل الطهر بين حيضتين 15 يوما، ولا حد لاكثره، اي لاكثر الطهر، ممكن واحده تطهر زي ما قلت كده 83 يوم وما الى ذلك، او اكثر من ذلك او اقل من ذلك، لكن لا يكون اقل الطهر 15 يوما. طيب، واقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، اي 9 سنين قمرية اقل ما زمن تحيض فيه، فاللي قبل 9 سنين قمرية تقريبا، ها، يبقى ليس بحيض انما دم فساد، فلو كان امها بتدربها كيف تصلي فتأمرها بالصلاة مع هذا الدم وتقول لها ايه هذا دم فساد، طالما انه هو اقل من 9 سنين قمرية ب16 يوم، يعني اقل 9 سنين قمرية الا 17 يوم، يبقى دي مستحاضة، ده دم فساد، فامها تقول لها لا يا بنتي صلي اليوم ده كمان، وبعدين الدم اتصل لغاية لما بقى 16 يوم، نقول لها انت توقفي عن الصلاة، طب ما هو الدم ما اختلفش، بما لا يسع طهرا وحيضا، اقل الطهر واقل الحيض، اقل الطهر يوم وليله واقل الحيض 15 يوما، اقل الحيض يوم وليله واقل الطهر 15 يوما، مجموعهم 16، يبقى لازم الدم يكون اتي في المده دي 9 سنين الا 16 يوم،
لو أتى خلال 16 يوم يبقى ده حيض، لو أتى قبل 16 يوم يبقى دم فساد واستحاض. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. طيب نرجع على هذه المسألة، مسألة الحمل المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.